وللمزيد حول تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الأخير بشأن ضحايا انتهاكات الاحتلال الأمريكي، ينضم إلينا عبر سكايب من رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق السيد علي القيسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. كما تعرفون، في آخر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أكدت تعرض معتقلين في العراق للتعذيب على يد القوات الأمريكية، وهذه الدولة التي تدعي أنها ترعى حقوق الإنسان وأنها توقع على اتفاقية مناهضة التعذيب كانت لها أيادي سوداء في العراق وفي غيرها من دول العالم، وقضى الكثير من المعتقلين إثر هذا التعذيب. كيف تصف الصورة؟ يعني لا شك أن يعني الهيومن رايتس ووتش مشكورة جدا أنها بهذا التقرير عادت يعني معاناة المعتقلين والجريمة وجرائم أمريكا، جرائم الاحتلال الأمريكي في العراق، يعني عادتها إلى الواجهة. وكان لهذا التقرير صدى كبير خاصة في أمريكا وفي كثير من الدول، وبالتحديد بعد ما طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية بالرد على ادعاءات بأن هناك تعويضات تمت لهؤلاء المعتقلين، لكن الحكومة الأمريكية رفضت الرد، مما دعا هيومن رايتس ووتش التواصل معنا ومع جمعيتنا لتسليط الضوء على هذا الأمر. أما ما يخص الجرائم فهذه ليس جديدة على الاحتلال الأمريكي، سبق وأن ارتكبت تلك الجرائم في فيتنام وفي الصومال وفي كثير من دول العالم، لكن لا شك أن ما جرى في العراق يبقى وصمة عار في جبين هؤلاء المجرمين والقتلة من إدارة بوش، ويبقون يعني مطاردين، ويد العدالة لابد أن يوم تطولهم. نعم. طيب، مع ذلك تؤكد المنظمة أن 70% أو أكثر من 70% كما قالت في تقريرها ممن اعتقلتهم القوات الأمريكية اعتقلوا عن طريق الخطأ. كيف كانت تتم عملية الاعتقال؟ وماذا يعني عن طريق الخطأ؟ ومن سيعوض هؤلاء عما أصابهم من أذى؟ هذه هي المشكلة. هناك هذه الشركات الأمنية كانت يعني تتقاضى على كل معتقل، قد لا يعلم الكثير يعني هذا من خلال تفاصيل الجمعية والتحقيقات والوثائق والإفادات اللي جمعناها. هذه الشركات الأمنية الإجرامية كانت تتقاضى على المعتقل في كل يوم واحد 25 دولار. يعني هذه الشركات جمعت قبل فضيحة أبو غريب ما يصل إلى 21 مليار دولار من هذه من عمليات إدارة السجون، لأن المعتقل حين يدخل سجون الاحتلال الأمريكي يجد نفسه بين مرتزقة الشركات الأمنية، واللي من ضمنها هي تيتان جروب للترجمة وشركة كايسي، الآن اسمها شركة الله تري، وغيرها من الشركات. هذه الشركات الإجرامية كان همها أنه تعتقل أكبر عدد من العراقيين، ولا يوجد معتقل عراقي دخل السجون الأمريكية إلا وتعرض للتعذيب والإذلال والإهانة، وهم يعلمون أن هؤلاء أغلبهم يعني أبرياء. لكن الآن يعني أنا فقط أقول أن هناك معتقل في أمريكا ترك خطأ في زنزانة انفرادية لمدة يومين، تم تعويضه 3 مليون دولار ليومين. نحن لدينا معتقلين بقوا سنين في سجون الاحتلال الأمريكي، ومنهم من سلمتهم إلى سجون ما تسمى بالحكومة العراقية، ولا زال منهم من يرزح في السجون العراقية، وكلها اعتقالات خاطئة. وإذا أردنا أن يعني نصنف الأمور حقيقة، حتى يعني ماذا هؤلاء 30 أو 20% الباقين ماذا تسميهم؟ إذا كانوا مقاومين للاحتلال فهذا حق، يعني مقاومة الاحتلال حق مشروع كفلته كل القوانين والأنظمة والشرائع الدولية. فأنا أعتقد أن كل من تعرض للاعتقال وكل من وقع تحت أسباب الاعتقال يعني أسباب الاحتلال وتأذى في العراق يستحق تعويض ويستحق حقوق ويستحق أن يبحث ويطالب بحقه. نعم.
أستاذ علي، البنتاغون خرج منذ فترة وأعلن عما وصفه بتقليص الضرر الذي وقع على المدنيين العراقيين نتيجة هذه الأخطاء. هل تعتقد بأنه نفذ ما وعد به، أو ماذا يعني بتقليص الضرر؟ هذا يعني نحن بحثنا كثيرا عن هذا الأمر. هذا ما يسمى بالبنتاغون أو الجهات الأمريكية تتعامل مع جهات عراقية يعني متورطة أكثر منها بجرائم التعذيب والقتل والاختطاف وغيرها. يعني من الذي رفع الضرر عنا؟ معتقلين أبو غريب، المعتقلين اللي تسببت إعاقتهم، عمليات القتل العشوائية التي كانت يعني تحدث، الضرر على من يعني قلصوا الضرر؟ إذا يقصدون قلصوا الضرر على الحكومة العراقية، فهذه حكومة صنيعتهم وتمارس أبشع الجرائم، يعني أبشع من الجرائم التي ارتكبوها أسيادهم الأمريكان. وأنا أعتقد هذا الاستهلاك المحلي ويعني إعلان كاذب لا يسمن ولا يغني من جوع. هناك معتقلون كما تعرف أستاذ علي قضوا 20 عاما في السجون وتعرضوا للتعذيب دون أي تعويض كما تعرفون. هل يمكن رفع قضايا بشكل أو بآخر ضد هذا الانتهاك بحقهم؟ نحن باشرنا في هذا الأمر منذ سنة 2007 ورفعنا أكثر من 250 دعوة، قبلت أكثر من 70 دعوة منها بالمحكمة العليا، لكن إدارة أوباما في وقتها طلبت من المحكمة العليا إيقاف التصرف أو إيقاف متابعة هذه القضية، وهو هذا طلب غريب جدا. لأول مرة يعني رئيس أمريكي يخاطب المحكمة العليا في أمريكا ويطلب منها إيقاف التحقيق في قضية، علما أن هذا الرئيس يعني مو أي رئيس، هذا الرئيس خلال حملات الانتخابية كان يطرح نفسه كمعارض لجرائم حقوق الإنسان ومعارض للحرب لاحتلال العراق وغيرها من الأشياء. ولكن يعني أنا أقول أن نحن مستمرين والأمر يبقى ولا يضيع حق وراءه مطالب، وسيأتي اليوم الذي يدفع به هؤلاء ثمن جرائمهم التي ارتكبوها في العراق. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي والإيراني في العراق، كنت معنا عبر سكايب.